صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم قبل ساعات قليلة من مباراة مرتقبة، مباراة ينتظرها الجميع، البعض يراها طبعا مع احترامنا لمباراة كاظم والتضامن، ولكن البعض يراها بأنها هي نهائي مبكر بين القادسية والكويت. راح نتحدث عن هالمباراة فنيا من خلال تواجد ضيوفنا اللي منورينا اليوم. علي مين أول واحد مصيف بالكويت، أخونا العزيز والكبير مدير فريق القادسية سابقاً والمنتخب الوطني أيضاً الأسبق الأخ الكبير إبراهيم المسعود، بجانبه أخونا العزيز واللاعب الدولي السابق الكابتن علي الزيد. لا هي مشتي، لا كلنا مشتين، قلت لك هو أول واحد مصيف بالكويت. علي يسار يمكن معه أخونا خالد أبو الخيل عادةً. أنا جاي بقول لك خالد أبو الخيل هو الثاني. علي سار أخونا العزيز مدير فريق كاظم الأسبق ومدير أيضا منتخبنا الوطني الأسبق الأخ منصور التنيب، وآخر الحضور مدربنا الوطني من زمان ما زارنا الحقيقة، فترة طويلة غياب طويل عنا، مدربنا الوطني كابتن ماهر الشمري، وين نستمتع بتحليلاته في القناة الثالثة الرياضية وفي الإذاعة وفي بعض البرامج. حياكم الله يا أخوان وصبحكم الله بالخير جميعا، ويا هلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشارك معنا أرقام هواتفنا راح تكون واضحة على الشاشة خلال وقت البرنامج، حسابنا في تويتر أيضا. شكر لرعاتنا شركة فيفا، سفريات النور، دار الأنوار المباني، عطوراتها من الكويت، أخوي العزيز محمد العنجري وكيل دير اندير، وطواري مدلول وكيل جيفوفا وزيوس في الكويت. وأيضا اليوم عندنا سؤال حق محللينا، وفي جائزة مقدمة من أخونا العزيز يونك دشداشة، يعني جائزة هي يعني خلينا نقول تقديرية لضيوفنا، هم يستحقون أكثر، لكن هي نوع من باب المنافسة هنا في الاستديو، باب الدعابة شوية. نشكر الأخوان في يونيك دشداشة، جائزة عبارة عن قطعة يختارها الفائز مع تفصالها مع تجهيزها وترتيبها لهم. خلبدي مع ابو حمد او مع ابو فهد او شيء على اليمين، ليش مصيف ابو فهد؟ والله صراحه اليوم طلعت الصبح ولا الجو حار. السؤال مو رياضي ها. ولا الجو حار. لا سؤال بعد. ورايح مستشفى الصباح. افا سلامات. يسلمك. وجيت على الغزالي وازدحام، كان اشغل المكيف. قلت انا الليله بلبس صيفي. يعني الغزالي خلاك تصيف. اي والله. والله الغزالي هذا مشكله والله. هذا الفالنتاين دايز. شنو بلنتاين زي ما اعرف عيد الحب. عيد الحب عيد الحب هذا خلى لك يقول لك ما علي شغل فيه. بس خالد بالخير ترى قبل ابو فهد الله يذكره بالخير. زين عز ليش قاعد هناك صيفي؟ لا بالخير ما يلبس شتوي. ويا حساسيه الظاهر. لا يلده اليلد ماله يبر. مساك الله بالخير ابو فهد. بيقول كلمه بس يقول ما شاء الله يعود عليك بادي يا ابو فهد. لا يصير في شيء باكر. بس ترى ابو فهد خالد بالخير ترى رومانسي اليوم. رومانسي اي دز شغلات بالواتساب. ما لا قبل هو مستعد قبل فالنتاين داي دز شغلات بالواتساب. والله الله يعيننا على الغزالي اللي خلى ابو فهد يصيف. في ناس صايمين وفطروا، في ناس كله بالغزالي. بس اكون روح حق ابو حمد. ابو حمد وين هالغيبه؟ والله موجودة، ولكن إن شاء الله في أمور ما أحب أتكلم فيها. سؤال محرج؟ لا والله ما يا أخوي. ولازم اللي يشوف يعني تعودوا الناس عليك إنه لابد يعني في نادي، في إدارة نادي. لا والله شوف أنا حين على فكرة مع منتخب. أنا مستشار فني في نادي التضامن من شهرين. نعم. تقريبا سويت العقد. نعم. وبداية الموسم ورد أقولها مرة ثانية، قلتها بأكثر من مناسبة، أنا اللي اعتذرت من الإخوان في النادي. نعم. ويمكن الحين متحسف عشان اعتذرت في فرق زين. لا كان يعني في مشروع انه شيء ثاني اكبر ان شاء الله، ولكن احنا منتخب يعني ولا مع الوقت ان شاء الله كل شيء خير ان شاء الله، ولكن انا موجود وان شاء الله القريب العاجل راح اكون في مكان يناسبني ان شاء الله. والله يسامح في ناس وايد بعد ما ادري ليش حاطين ماهر شمر قدامهم. نعم وضح ودك وايد ناس يعني انت العاده عودتنا صريح وصلنا من ناس وايد والله اعداء النجاح. ودك انه شلون يعني. ما ابي اقول نجاح يعني بس ما ادري ليش والله. انا اشوف اعداء النجاح يعني. وين بالمنتخب مثلا؟ لا بكر المكان. واخر شخص منه اليوم كلمني محمد ابراهيم، وكان بيني وبينه مكالمه من 4 5 ايام قاعد اتغشمر وياه.
يدري ابو فهد ويا المنصور ويا كل الكل يدري علاقته وياه. قال لي كلمه ضحكت انا صراحه، قال لي تصدق انا هالوقت هذا الحين اقتنعت ان الصج في ناس وايد ضدك. قلت له بس زين اقتنع، بدام انت اقتنعت اجوه. نعم اسوم الحمد لله على كل حال. شوف انا بربطها حسب يعني تفسيري انا، عاد ما ادري انت يمكن ما راح تجاوب مع انك صريح. افسرها انه حسب المعلومه اللي وصلت لي انه كان مفترض محمد ابراهيم، لان امس اخونا ابو عرب دز خبر حصري، انا انقل لك المصدر ان محمد ابراهيم مدرب للسالميه. اليوم وصل لي خبر انه تم يعني فشل هذه الصفقه، فبالتالي انت تقول كلمني محمد ابراهيم. لا لا ان محمد ابراهيم كان طارح اسمك وياه، الاخوان في نادي السالميه شافوا اسمك وياه رفضوا النت الحين. لا ما هذا لا ما كلمني هو عن السالميه، ولكن دردشنا في الموضوع. بس لا والله ما هو كان يعني مكلمني. يعني على تفسيري خاطئ؟ لا هو صح بس مو في السالميه، في مكان ثاني كان. كان في مكان ثاني ولكن ما الله كتب منتخب يعني. ايه تقريبا. نعم تقريبا. يعني اللجنه المؤقته ما تبي ماهر الشمري. لا هو يمكن أو شخص في أو بعض شخص ولا شخصين، بس القرار بالنهاية عند محمد إبراهيم، وإن شاء الله لما يرد الأخ فواز نقعد وياه ونشوف. يعني إذا واحد ناجح أبو حمد أبو فهد ليش حاربه يعني؟ أنا بعلق على موضوع أبو حمد. أول شيء محمد إبراهيم، وإحنا نعرف علاقتك مع محمد إبراهيم، وهذه موضوع معروفة عند الوسط الرياضي سواء كان على مستوى مدربين أو فني. أو أنت تعرف فهد بقطع كلامك خير، بس في ناس تعرفه وما تبي تعرف ما تبي تقتنع. هذا بس بالنسبة لك أبو حمد، أعتقد أنت شغلك يا محمد إبراهيم وكان مبادر حاضر يعني من الناس المقربين لكم في ذاك الوقت لما كنتوا ثلاثة في المنتخب، أنتوا كفنيين وأبو بدر كإداري المنتخب، ولعبتوا بطولة كأس الخليج وكنتوا تيم يعني. وأعتقد محمد إبراهيم فيك اتصال ما بينك وبينه فني، يعني المساحات اللي تعطى لك في التمارين في التكتيك في الاخير من الامور. فاعتقد اليوم لما يكون هناك تيم ما بين المدرب، مع احترامي للكلمه اللي هو مساعد مدرب، وانت مدرب طبعا ما نجي على كلمتك او تسميتك لمساعد مدرب. فاعتقد التيم هذا كل من يتمنى انه يكون هناك اثنين مدربين متفاهمين، بغض النظر عن المناصب، متفاهمين. أنا بحقق نتيجة يا أبو بدر. صح. قبل النظر عن هذا ولا هذا، بس المهم بالنهاية فريقي يوصل إلى فوق. زيادة أبو فهد على كلامك. نعم. يعني أنا استشهد بشغلة، يعني يوم كابتن محمد إبراهيم كان مدرب نادي الكويت. نعم. كان يعني للأمانة صراحة يعني دائما من يتكلم هذا، إذا قعدنا إحنا مع بعض يعني بالغرفة دائما يجيب طاري يعني للأمانة. نعم. يشيل يعني كل احترام وتقدير. وواثق فيك وواثق بقدراتك وعارف يعني مثل ما يعني تفضل اكثر واحد يقدر يتكلم. ايه انا مثل ما تفضلت بقول كلام يعني كلام فايد، ان التيم مترابط، الاجانب اللي قاعدين يجيبهم لما يجيك مدرب اجنبي يجيب مع التيم ماله ستاف ماله سواء مال اللياقه او المساعد أو اللياقه كلها كامل. فانا اللي شفته ما بين محمد ابراهيم وماهر، نعم، واحد رجل واحد ناتهم. في شفرة بينهم يعني متفاهم. والله العظيم مساحات عند ماهر ما تقول مساحة، مدرب وكوتش. نعم نعم. ويا محمد إبراهيم لدرجة إنه حتى بالغرفة لما يتناقشون عن تشكيل الفريق، والله العظيم إنه يأخذ برأيه والثاني يأخذ برأي الثاني، وأنا موجود وياهم كثالثهم قاعد. نعم. وشرح لما يتم الشرح عن الفريق الخصم. نعم. يشرحه ماهر، يقعد يشرح الفريق الكوري، يشرح الفريق الأجنبي بحذافيره، وهذا اللي يعطي أريحية بنقاط الضعف بنقاط الضعف والقوة. نعم. ومحمد إبراهيم يعني وياه تيم واحد. يعني شوف محمد إبراهيم كمدير فني لنادي القادسية أو للمنتخب، أنا أتوقع أنه شاف المساعد ماله أنه يقرأ، مو بس يعني مو بس داخل الملعب، هم في قراءة المباراة يعني خل الناحية الفنية، التمرين ما التمرين وهذا، لكن في قراءة للفرق. فيمكن أن ماهر عنده القدرة اللي وماهر ترى على فكرة ترى يعني ماهر من يوم احنا كنا صغار. يعني ماهر من يوم والله العظيم يعني كان يلعب بالكويت ماهر يعني. انا ايه؟ انا رابي ويا ماهر من تحت 14 لين وصلنا الفريق الاول. فماهر من يومها دائما يتكلم، يعني حتى اذا قعدنا وهذا ما شاء الله
يتحكى ويقول ويشرح عكسنا. ترى بالعكس احنا علي احنا المفروض ان ما نمدح الرجال قدامه. لا 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 الامانه والله يعني لا لا امانه انا اقول لك قاعد اتكلم عن محمد ابراهيم اي واحد انتوا قاعد تكلموا عن واقع تجربه والله العظيم يعني انا اتكلم عن قرب يعني ماهر انا معايشه انا حتى من ورا ماهر اشيد فيه نعم صراحة يستاهل والله يستاهل. لا لا ماهر تعب على نفسه صراحة يعني عند البرو وتعب على عنده حضور عنده حضور مو طبيعي الحمد لله دائما بالمراكز الأولى يعني بالدراسة هذا شيء زين بالعكس احنا هذا نفتخر فيه يعني. أنا والله بس أشكركم أول شيء يعني ولكن صدق أنا بوقت ريسيفر مال غرفته بألمانيا يعني شوف بالنهاية إن شاء الله اللي الله كاتبه بيصير إن شاء الله وأقول حق الشخص اللي قاعد يعني هالأيام شوية قاعد يتكلم وهذا ترى عيب الكلام اللي قاعد يدور من وراي وما يليق فيه هو ولا يليق فيني انا وشيء وبالنهايه محمد ابراهيم هو المدرب هو اللي يختار صح. واعتقد هذه من 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 ابسط ابجديات العمل ان المدرب على الاقل يختار مساعده ما نبي نقول مدرب الحراسه او شيء ولكن انا يعني بسكت لما الاخ فوازي واللي قاعده مع ان شاء الله مع الاخوان باللجنه ولا المهم ما صار شيء انا ما عندي اي مشكله حتى لو ما صار ترى ما عندي اي مشكله انا بالنهايه يعني عرفت ولكن ان مرات في مواقف تكشف لك ناس اكيد ان كان يعني شخصيتهم غايبه عنك نعم. بس هذا اللي بقوله يعني نعم. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله اتمنى لك التوفيق اذا الله كتب وصرت ويا محمد ابراهيم ان شاء الله اكيد وان شاء الله شيء هذا يفرحنا وان شاء الله الايام اللي جايه تبين كل شيء واول شيء خلي ان شاء الله الايقاف ان شاء الله اي والله كلنا نتمنى لك واذا ما تم الامر والله ما عندي اي مشكله يعني اكيد ما تكلمت عن منتخب مساكن المدارس يعني الحين كاول خبر بس قبل الخبر في خبرين طبعا للتو انتهت مباراتين في الشامبيونز ليج مباراة أولى نتيجة منطقية فوز بنفيكا على دورتموند بهدف نظيف المباراة الثانية نتيجة غير منطقية أكيد فوز باريس سان جيرمان على برشلونة برباعية نظيفة نقول هار لك لعشاق برشلونة واعتقد خلاص يعني إيه لا بس أربعة بس أربعة يعني اعتقد حتى باريس الحين قاعد يفكر انه يسكر الملعب موليه مو سكره موليه يبني جدار يبني جدار اذا كان بس فعلا سعود يعني انا اليوم صراحه برشلونه مستغرب يعني من اول المباراه والفريق مفتوح يعني حتى النص العاده يعني تجد يعني ما ادري مسكران ومتعور او ما قاعد يلعبه المدافعين يعني باريس سجل اول دقائق كان هناك فرصتين المفروض يسجلون فيهم هدف الاولى اي عرفت فاعتقد اليوم برشلونه ما هو برشلونه اللي كان في مشكله برشلونه صراحه من المباريات السابقه اللي بالدوري بغض النظر عن مدربهم مسكرانو ما كان يلعب حتى المباراه السابقه كان بين مدربهم شيء إيه. لا لا الدفاع واتوقع ان ماهر ممكن بعد يشاركني بالراي الدفاع برشلونه صراحه هو اسوا خط بالفريق نعم هذا مشكله يعني بالفريق الكتالوني واتوقع ان فريق برشلونة أكبر من المدرب اللي أكبر يحتاجون إلى مدرب أفضل. والله شوف راح يرجعون. أنا صعب الرجوع أربعة يعني. أربعة. بس أذكركم شيء يمكن حتى الجمهور ناسين ترى من فترة لما لعبوا من سنتين تقريبا أو سنة. نعم. ترى باللعبتين هم برشلونة ما فاز على باريس سان جيرمان. نعم. باللعبتين كانوا متعادلين. تذكر سعود؟ نعم. لما تأهلوا برشلونة العام أول الآن ترى ما فاز على باريس سان جيرمان. طلعوا بالمباراتين متعادل بس فارغ الأهداف. عموما اليوم اللي فرق بالمباراة خط النص كان جدا متفوق خط نص باريس سان جيرمان متفوق بالسرعات وبالاستحواذ. صحيح. أسرع. صحيح. لعبهم رتم الأداء كان أسرع والاستحواذ كان بشكل جدا ممتاز وتركيزهم أكبر اليوم تركيز باريس سان جيرمان قوي جدا يبون المباراة يبون البطولة لا تنسى باريس سان جيرمان يعني فريق مدفوع فيه مبالغ جدا أيه. كبيرة يعني مو فريق سهل يعني. سؤالنا هو عن موضوع برشلونة للمعلومة لعب مباراة واحدة فقط في البطولات الأوروبية يوم 14 فبراير في مثل هذا اليوم يعني يوم 14 فبراير في على قولة بحسين بالفالنتاين زي هالمباراة يا ترى فاز فيها ولا خسر ولا تعادل ابو فهد ما عندي معلومة يقول شير تعادل علي فاز فيها فاز خسر ابو حمد خسر اثنين هناك تعادل فوز خسر يعني في واحد راح قبل نهاية الحلقة نقول الإجابة واللي فاز معنا بالجائزة من يوم 11 واحدة
دجلاشه واحد انا من نفسي انا هديه حق اخوي ما في قطره شوي والله عاد كريم اذا صارت شتويه لكن اذا صار صيفيه بهديك زين خلينا نبدا حلقتنا دجلاشه اديداس رياضيه لا لا سهل نبدا بالانجاز اللي حققوه منتخب المدارس اليوم عفوا المنتخب المدارس يقولون الاخوان فاصل اوكي فاصل وبعدها نتحدث عن منتخب المدارس حياكم الله ويانا انا باخذ تغريده ما عليه يستاهلون الاخوان يعني اخوي فهد البيان قال اتمنى مشاركه منكم حاضر تستاهلون يقول نتشرف وتتشرف جمعيه القيروان بدعوتكم لحضور ختام بطوله القيروان الثانيه لكره القدم تحت رعايه وحضور اللاعب الدولي جاسم يعقوب يوم الجمعه 17 فبراير الساعه 5 المساء على ملعب الجمعيه بثانويه سعد بالربيع مشكور يا اخوي فهد على اول شيء البطوله وانت ما ادري والله انت يعني من الجمعيه ومن الاخوان المنظمين ما ادري عموما الاخوان منظمين هالبطوله مشكورين ويستاهلون و الله يوفقكم ان شاء الله وبالعكس نتشرف وندعم اي حدث رياضي خل نروح حق حدثنا المهم اخونا وشيب احمد دوسري ايضا يقول ابو سعيد شوف التغريده انا كتبتها قبل المباراه طبعا هي مرسله حق ربعي بتويتر وشوف وقت التغريده يقول النتيجه 4-0 لباريس انتهى الموضوع اللي عنده اعتراض يراجع مكتب شكاوي الجماهير بوابه 7 مكتب 3 هذه تغريده اخونا احمد الدوسري يقول دازها حق ربعه اخونا يقول محمد بداح قبل شوي وفي برنامج بين الشوطين يقول منتخب البراعم ما قال منتخب المدارس والله عاد ابو حمد هو يصحح لنا هو يسمونه منتخب مدارس ولا منتخب براعم ولا منتخب مدارس والله التسميه بالضبط مدارس. لا لان انت ما يحق لك تشارك في البطولات إيه براعم منتخب مدارس لان الكابتن علي فلاح نعم بس بالضبط والله مدرس نعم وهو مدربهم اعتقد واغلبيتهم لاعبين الانديه هم وكون الكابتن علي فلاح كان مدرب مراحل سنيه في نادي السالميه اعتقد واشتغل في اكاديميه فعارف المجموعه هذه فاكيد هو مدرب هو مدرس مدارس يعني اي بس المسمى منتخب مدارس مدارس لو انك قلت منتخب براعم راح يفرق يصير دولي يبي للاتحاد ايوه هني انت رياضتك موقفه فمنتخب المدارس هذا بعيد عن بس هم قالوا البراعم لان البراعم يعني لانهم صغار تدل على انهم صغار يعني صغار يعني هو نفس منتخب الشرطه قبل لا تذكر او منتخب العسكري ايه؟ كان اغلب لاعبين منتخب ايوه بس عسكري ما يقولون منتخب الكويت يقولون منتخب العسكري صحيح عموما خل نتحدث عن هالمنتخب اللي حقق المركز الثالث اليوم في اخبار طيبه يعني بعد خساره المنتخب في قبل النهائي امام فرنسا يعني اعتقد الكل وصل له الفيديو واتصال معالي الوزير والإشادة فيهم ودعمهم وأنه بيكرمهم وأيضا أن سمو الأمير أيضا وصل لهم تحيات سمو الأمير فهذا كان دافع لهم في مباراة اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع واستطاعوا من الفوز على المنتخب البحريني الشقيق بأربعة أهداف مقابل هدفين احنا بنشوف لقطات للمباراة وأهداف للمباراة وإحنا نسولف عن هالمنتخب بو فهد يعني إحنا نتكلم عن 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 الاهتمام بهذا الجيل اليوم عندنا جيل لو نحافظ على هالمجموعة نعم ما أعتقد شيء صعب لا شوف سعود أنا أقول لك شغلة يعني الكويت من السابق وهي عندها في الأجيال مراحل السنية صحيح ولادة وعندها مواهب ولعبوا في بطولات سواء كانت بطولات صداقة أو بطولات مثبتة دوليا ولكن مشكلتنا لما يرتفع السن إذا بدأ الولد يكبر ويدش في مراحل 17 أو 18 هنا راح يختلف عندنا البالانس اللي هي الاتجاه الدراسي ويمكن الإخوان مروا عليهم لاعبين سواء كانوا إداريين مثل أبو بدر أو أبو حمد مدرب أو أخوي علي كلاعب
مرة مواهب تجي تسأل عنه تلقى بأمريكا بلندن لأنه الواجب الدراسي. صحيح. أنا أعتقد الجيل هذا يهتمون فيه بس يكون نواة لمنتخب، يكون نواة لمنتخب بس طبعاً هم الأغلبية أغلبية لاعبين أندية، وأعتقد الاهتمام فيهم يرجع إلى الكرة الكويتية عن طريق الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. نعم. أبو حسين شنو الكلمة تحب تقولها حق والله الصراحة محافظة عليه؟ الصراحة شوف يعني شيء مفرح يعني من بداية البطولة وإحنا نسمع أخبار الفريق وأخباره متصدرة يعني صفحات الجرائد، شيء صراحة يفرح هذا الشيء. ومثل ما قال أخوي أبو فهد، الكويت يعني من بدايتها ولادة وفيها طاقات وفيها يعني شباب صراحة يرفعون الرأس، ولكن يعني احنا نتمنى ان تنزال الغمة عنا يعني، وحتى ان الإداريين يقدرون يحافظون على 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 هالكوكبة هذه الفنية اللي موجودة عندنا. يعني احنا بالمشاكل اللي موجودة عندنا انا اتوقع ان هذا المنتخب راح يصطدم بامور اذا كبر طبعا، الحين هم بعدهم صغار يعني مستانسين وفرحانين وهذا، ولكن نتمنى ان تزول المشاكل بالكويت. انا اتوقع ان الكويت صراحة يعني شوف مستوى اللاعبين اللي موجود هدف ابو حسين. لا لا حتى المعلق لو تسمعه قاعد يقول، حتى شوف لو تلاحظ الجول الاول اللي مساحه حطيته اول لقطه. نعم. ترى فكر لاعب ذكي يعني، الكره كانت بنص هذا وشاتها فينجر، ترى هذا الفينجر في ناس تضحك عليه لكن هذا صحيح. اغلب صحيح. المدربين ترى هذا ذكي من اللاعب، اسرع واسهل اسرع واسهل شبك الكره برا، شوف الكره رايحه. فيعني نتمنى ان شاء الله يا رب الله يوفقهم. طبعا احنا ما ننكر دور الدراسه الحين وهذا، ولكن ممكن يصير في 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 محافظه على 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 التحصيل العلمي والتحصيل البدني يعني. نعم. ابو بدر انا اقول برافو كمنتخب شباب ومنتخب مدارس، المدارس تعطي مساحه كبيره حق الاولاد اللي بهالسن أولياء أمورهم يفرحون يستانسون وياهم، لو إن كانوا المنتخب أو كذا هم بيعاندونهم لأن وراهم دراسة ما دراسة، لكن هذا جو دراسي صح، جو كرة دراسي صح. يعني حتى ولي الأمر يستانس إن ولده يدرس وبنفس الوقت يلعب. نعم. كمنتخب مدارس صحيح. هذا بالأجيال القديمة كان في بطولة مدارس صحيح. وبطولات كذا كانوا فيها لاعبين مواهب كبيره. نعم. وكلهم وهذا الدور اللي انقطع يعني، المدارس كانت اول ولاده وكانت تغذي الانديه وكلهم اختفوا. انا اعرف واحد كان دار عندنا بكاظمه، هو ولد اللاعب عبد الله حكم. ايه ولده اسمه حمد. يمكن دربته يمكن محمد المنتخب راح امريكا يعني. صغير شيء مو طبيعي كلاعب، مو طبيعي يعني اكبر من عمره. نعم. راح امريكا للحين ما رد هذا مشى، ويا زميله اللي محمد حربي اللي الحين يلعب. نعم كاظمه. محمد حربي اللي لعب كاظمه زميله، هم اثنيناتهم بالمنتخب كانوا. شيء مو طبيعي يعني، تحس انه في عندنا مواهب بالكويت ما تلقاها باي مكان. نعم. ولله الحمد ويثبت لك انه منتخب هذا المدارس غلب البرازيل وغلب تشيلي وغلب انديه يعني مو طبيعيه يعني. نعم. ابو حمد احنا نرجع حق نقطه ان دور منه الان الاهتمام بهذا الجيل، يعني على الاقل تجهيزه خلينا نقول للاولمبيات الجايه في 2024 في 2030 صحيح. او 2024 يمكن اقرب جيل لهم اولمبيات 2024. انا بقول لك كلام اكاديمي او كلام من واقع دراسه، يعني السن هذا اللي حواليهم هم يدورون بالهم عليهم. نعم. مدرسه، البيت اجتماعيا، المدربين الاداريين المسؤولين عنهم لأربع خمس سنين لعيا، بعدها يصير الدور عليهم وهم أكبر كلاعبين زين أكثر من أدوار الناس اللي أنا قلت أساميهم. ليش؟ لأن مستقبلا أنت اخترت حق نفسك أن أنت تكون لاعب كرة قدم، فبالتالي يجب أنك تضحي في أمور ثانية غير دراستك طبعا عشان توصل. لأن أنا كمدرب منتخب مثلا مستقبلا أبي أشوف منتخب أولمبي بختار لاعبين، أنا مو مسؤوليتي أدورك أنت في البيت موقف ولا مو متمرن ولا ما شديت حيلك في التمرين تعورت ولا سافرت تدرس برا، أنا أبي لاعب قدامي. فالوقت الحين اللي احنا نتكلم عنه هذا دور الناس اللي حواليهم، مرد أقول لك المدرسة، النادي، مدربينهم،
نعم. او في الاكاديميات او في اي كان اللاعب وين يلعب، ودور الاداري ودور وزاره التربيه اكبر. نعم. وياي يعني هم الحين مثلا مسافرين، قد يكون دورات مستقبلا تكون اثناء السنه الدراسيه. طيب. لان اوروبا والدول المتقدمه مو مسؤولين انك انت عندك دراسه ولا ما عندك دراسه ولا شيء، لا هذه الامور انت ترتبها. فانا اذكر كم مره لاعبين عندنا يسافرون يكون عندهم مشكله في الدراسه للجامعه وصلت عندهم المشاكل هذه. مستقبلا لا، هم الدور عليهم اكبر. طيب. انتوا عليكم الدور. ابو سعود بس دقيقه واحده، المنتخب اليابان او الاتحاد الياباني سوى دراسه وقال شنو؟ قال بنفسه، قال انا بعد 20 سنه او 10 سنوات العب كاس عالم. نعم صحيح. وخذوا فريق ودوهم البرازيل صغير تحت 17 سنه وطلعوهم معسكر بالبرازيل. صحيح. واللي تشوفهم يلعبون الحين هذا كلهم اللي ودوهم المعسكر، يعني انضجوا. نعم. كلاعبين كبار وفعلا حققوا بطوله اسيا، حققوا كاس العالم، ليوم كسروا كاس العالم. نعم. هالجيل هذا لو اهتمت فيه الدوله اهتمام كامل من ناحيه مثل ما تفضل اخوي ماهر بكل العوامل اللي قالها، بالاضافه الى الدوله تهتم فيهم وياخذونهم ويديهم معسكر، لو نوديهم على الاقل بالسنه مرتين مو شهرين شهرين. نعم. عدل، وهم يتوالفون مع بعض يكونون تيم مع بعض يمشون. نعم. عارف فكر رفيق ايش يلعب فيه. نعم. اتوقع بعد بدر شوف ترى حتى يعني مسؤوليه وزراء التربيه في دول. نعم. التعاون الان البطوله هذه عالميه، يعني صارت على مستوى المدارس. نعم. عالمية بفرق من تشيلي نسويها على مستوى دول مجلس التعاون. احنا دول الخليج عطلنا كلها مع بعض. نعم. يعني سواء اعياد خصوصا العيدين عطلة الرسمية المدرسية. ايه. فيتسوون بطولات حق مستوى مجلس التعاون. صحيح. ويلعبون مثل ما قلت انت معسكرات يحافظون. نعم. عليهم والبطولات. نعم. وهم كله هم كلهم نفس العمر. نعم. يعني عرفت. نعم. شلون يحافظون عليهم يعني. صح. خوش فكرة. احنا خشيد باللاعبين. صحيح. ونشكرهم على المجهود اللي بذلوه، نشيد باولياء امورهم اللي وقفوا وياهم، البعض منهم سافر الى الدوحه لمساندتهم. خلينا نشكر اخونا علي فلاح واخونا محمد السند والاداري احمد شراغ على المجهود اللي بذلوه، اخونا خالد عدواني ايضا كمنسق اعلامي. صحيح. الكل صراحه يستحق ان نشيد فيه. اول من اعلن اليوم ايضا عن تكريم المنتخب، وهذا مو غريب عليهم، يعني أسرة البابطين الكريمة أسرة يعني عجزنا وإحنا نقدم. نعم. لهم الشكر. أي إنجاز رياضي نجدهم في الصفوف الأولى لتكريم هؤلاء. ترى هذا ياهل بهالعمر تعطيه مثلا جائزة بهالعمر. نعم. ترى يذكرها لين يصك عمره 17-18. أنا أذكر يعني أنا يعني أنا هذا دافع له إن يحافظ على نفسه. عرفت شون سنه ورا سنه يقول انا السنه هذه حصلت لي كذي. محمد حسين كم عمري الحين؟ اذكر الاول جائزه خذيتها مع نادي الكويت مباراه عطونا مسجله لا اذكرها. اي والله المسجله هي شجعتني. منتخب ان شاء الله راح يوصل الساعه 12:45 دقيقه يوم الخميس الظهر، وحسب ما عرفت انه في استقبال ايضا في قاعه التشريفات. اخوي ناصر بنيان اليوم كلمني قال لي احنا في منطقه الاحمدي التعليميه راح نودي مجموعة من الكشافة لاستقبال الشباب أو اللاعبين الصغار، يعني هذا اللي يقدرون عليه الأخوان في كتكريم وتقدير لهم. مشكور يا أبو مرزوق، وفكرة طيبة من الأخوان في المنطقة التعليمية. إن شاء الله نشوف لهم أيضا تكريم يعني يليق بما قدموه في هذه البطولة. حتى إحنا المفروض تستضيفهم بسعيد. يا يستاهلون يعني بالعكس. تحطهم ويانا يوم خميس ما عندهم مدرسة يوم الجمعة يساعدون حتى لو ربع ساعة 10 دقائق. بالعكس والله يعني ويا يعني. ويا المجموعة ويانا مثلا فكرة موجودة إن شاء الله. ايه وراح يستاهلون بالعكس. بس أي وزير اللي بارك وزير ما لا تحرجني ما أعرف اسمه. وزير التربية. وزير التربية إذا وزير التربية معناته هذول تابعين له. ايه كطلب. لا لا وقال حتى كطلب يعني إيه معناته منتخب مدارس. منتخب مدارس. وحتى هني اخونا زيد الجزاف محمد الفارس اعتقد. إيه. ما اعرف اسمه محمد او عبد الله. معناته منتخب مدارس لوزير التربيه. نعم. وزاره التربيه معناته مدارس. نعم. وحتى اخوي زيد الجزاف من جريده اي وش دائما متواصل معنا مشكورا، يقول هذا منتخب المدارس وليس منتخب البراعم، وهم تحت رعايه وزاره التربيه وليس اتحاد الكره للعلم فقط. والله يا اخوي انا يعني ما ادري الاخ هو اللي احد الاخوان هو اللي دزنا الخبر، يعني انا ما سمعت اخونا محمد بداح باذن انه
انه قال هالكلام يمكن يعني حمد ابداع اتوقع ابراهيم قال براعم على ابونا يعني براعم ما يصير كسن يعني ما فونا فارس يقول السلام عليكم بسعود انتم كبرنامج نسى موضوع الايقاف وكان استقاله الوزير سلمان الحمود رفعت الايقاف لا يا ابو تركي الله يسامحك انت قبل يمكن حتى شاركت معنا ثلاث ايام ورا بعض احنا قاعد نتكلم على الموضوع واليوم تدري احداث يعني باكر قبل نهايه كاس الامير في احداث مهمه بتصير ف يعني مو معقول بنقعد اسبوع بنسولف عن موضوع الايقاف موضوع رفع الايقاف اذا استجدت امور في قبل يومين لما اجتمعوا لجنه الشباب الرياضه مع معالي الوزير نص الحلقه تكلمنا عن هالموضوع وانت شاركت في هالحلقه وتكلمت عن هالموضوع وحطينا تصريح حق الحميدي السبيعي النائب الفاضل والنائب الفاضل احمد الفضل وتكلموا الاخوان عن هالموضوع يعني في اي مستجد قاعد يصير حول موضوع الايقاف احنا سباقين في 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 في, في, في الحديث وبانتظار يعني قالوا ان مع الوزير اعطوني مهله وانا احل الموضوع وان شاء الله ان شاء الله تنحل. اخونا من البحرين يقول ودنا نشوف البرنامج لكن عندنا امطار من امس ما وقفت ما شاء الله ما شاء الله وسببت خلل في البث عندنا وراح تستمر للجمعه تحياتي للضيوف عندكم مشكور وان شاء الله امطار خير وادعي لنا في هالمطر. هاني الهندياني يقول وزاره التربيه يضحكون الغوا بطوله المناطق التعليميه بحجه عدم وجود الميزانيه للجواز شلون يكرمون البراعم؟ والله ما ادري عاد هذا امر عند عند الاخوان في وزاره التربيه هم يعلقون عليه. خلينا نروح حق موضوعنا الخاص بمباراه دور قبل النهائي بين القادسيه والكويت بعد الفاصل سنتحدث عن هالمباراة. حياكم الله ويانا. عفوا اخونا الاخوان ديوانيه الناصر يقولون ارجو ان تقدم تعازي حق البرشلونيين وبهالمناسبه احنا مسوين عشاء باكر للرياليه فقط. من الريالي عندنا ما في احد ريالي ما حد راح يحضر منا العشاء مسعود ديواني الطامي اللي طالع منهم كلهم رياليه يعني مسوين عشاء باكر اي ابو فهد ولا ما يحضرون العشاء لا هم نفسهم كل يوم مسوين عشاء اذا جيت ولقيت في بعض الاشخاص قلت ريال مدريد بيلعبوا اليوم موجودين لازم ازعوا ريالات انا. ايضا خلاخذ بعض التغريدات اخونا عبد الله الصايغ يقول الدكتور اسمه محمد الفارس وزير التربيه مشكور على التوضيح وقال اخونا ابو حسين. مشار العثمان يقول يعطيكم العافيه بغينا نعرف شنو نوع المسجله اللي يقول عنها فيليبس يقول ذاك اليوم سعره 5.5 دينار هذا اعطونا فيليبسي حتى لو بدينار ذيك الساعه اللي متفلس تلعب دور. اخونا علاء يقول اقتراح ممتاز من كابتن علي زيد بان يهتم وزراء التربيه بالخليج بتنظيم دورات بين الفرق المدرسيه لدول المنطقه. اخر تغريده يقول مكاتب اسمه يقول في حاله رفع الايقاف وعوده النشاط الرياضي كيف سيكون هذا المنتخب المدرسي هو الرسمي وهم ولا اي لاعب يلعب بالانديه وهم ولا اي لاعب لا بالعكس لا كلهم من الانديه خمسه من القادسيه خمسه من العربي ثلاثه من القادسيه عموما هم لاعبين انديه. خلينا نروح حق موضوعنا الخاص بمباراه القادسيه والكويت. شوف التقرير اللي فيه اخونا مشعل الديحاني حضر تدريبات القادسيه ولم يحضر تدريبات الكويت لانها كانت مغلقه لم يسمح لي وسائل الاعلام تصوير تدريبات نادي الكويت. شوف التقرير وبعد ذلك نعم. أنهى فريق نادي القادسية مساء اليوم حصة التدريبية الأخيرة على ملعبه أعلن فيها الأصفر استعداده وجاهزية للقاء فريق نادي الكويت يوم القد بالدور قبل النهائي ببطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه حيث استقر الجهاز الفني للأصفر بقيادة الكرواتي داليبور بوضع التشكيلة التي رآها مناسبة لمواجهة خصم الكويت بالنهائي المبكر واتضح ارتياح الجهازين الفني والإداري في التدريبات بتواجد جميع اللاعبين وظهورهم بروح قتالية كبيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام العميد الكويتاوي ويدخل الأصفر مكتمل الصفوف بقيادة
بقياده كابتن الفريق المخضرم بدر المطوع، ولوحظ غياب الاردني شريف النوايشه لظروف خارج البلاد، واسدل المعسكر القدساوي بعد هذه التمرينات النهائيه اعلن فيها استعداده وجاهزيته للقاء المرتقب بينه وبين الكويت. الحمد لله احنا ان شاء الله جاهزين حق المباراه. مباراه ما هي سهله، مباراه صعبه، يمكن هذه المواجهه تختلف شوي كون انها قبل النهائي. احنا دائما مع الكويت الفتره الاخيره دائما في النهائي، فالمباراه ما هي سهله للامانه. فريق الكويت فريق كبير، فريق اجهز يمكن منه، يملك محترفين، يملك عناصر وطنيه شابه ما شاء الله تقدر تقود المباراه، ولكن احنا همه رجال اصفر ان شاء الله قادرين نتعدها. نتكلم عن الاساسيين الموجودين، الغيابات مثل ما ذكرت انا، اذا في تصحيح لي. والله ان شاء الله الفريق جاهز باستثناء شريف النواشه اللي هو حاليا خارج البلاد ظروف الاقامه، اما باقي اللاعبين ان شاء الله الكل جاهز. نشوف بدر المطوع الخارج كان يشتكي من ريله. والله لحد الان مو مبين شيء، الجهاز الطبي معاه الحين حاليا، وان شاء الله استعدادات الجهاز الطبي ان شاء الله جاهزين انه يهيئون اللاعب للمباراه باكر ان شاء الله. شكرا اخوي ابو ماطر مشعل الديحاني. يعني اهم نقطه في هذا التقرير خروج بدر المطوع من التمرين، شعوره بالاصابه. شاكر الشطي قال الى الان، وحتى الان ما ندري يعني ما وصلت لنا اي معلومه هل اسمحوا له بالمشاركه باكر بدر او لا. والنقطه الثانيه غياب شريف النوايشه. ابو فهد يعني مو معقوله موضوع اقامه. لا خلص شريف، خلص اليوم، خلص اوراقه في السفاره الكويتيه في عمان. ايه؟ وباكر راح يوصل الساعه 10:30 الصبح. اه زين، الصبح راح يوصل باكر، واعتقد راح يسجلونه في الاتحاد لما يسوون اجراءات الاقامه مالته، طبعا الفحص الطبي. نعم نعم. وراح يسجلونه في الاتحاد. زين، وبدر عندك معلومه عنه؟ بدر مثل ما قال اخوي مدير الابره، طق ابره ولعب انه طلع. لا تستاهل. اعتقد بدر مو من النوع اللي تكسله اصابه اذا كانت بسيطه. مو اي اصابه، بدر شجاع. طيب. شجاع. إيه؟ بدر ما تكسله. شلون شايف المباراه، توقعاتك لها؟ والله شوف، المباراه ما لها توقعات ابو سعود، لان في سابقتين اللي هما مباراه سوبر ومباراه نهائي كاس سيدي سمو ولي العهد، اعتقد كانت الكفه متوازيه بين الفريقين في المباراتين، والدليل على ذلك نهايتها كانت في ركلات ترجيحيه. اعتقد في مجريات الملعب، داخل الملعب، في مجريات ال 90 دقيقه في المباراه، القياس عليها ان اللعب مفتوح والفريقين عارفين بعض وامور كثيره. ولا ننسى ان اخر 10 سنوات الى 12 سنه القادسيه والكويت هم المتسيدين. فاعتقد ان المباراه باكر ما راح يظهر فيها شيء مفاجاه، سواء كان فوز الكويت او فوز القادسيه. مفاجاه ما هو مفاجاه. نعم. في المباراه نهايتها، لكن شنو مجريات او التكتيك اللي داخل الملعب اللي راح يلعب فيه الفريقين. نعم. الكويت انا بوجهه نظري كعناصر فرديه متساوي مع القادسيه، الاغلبيه يقولون ان الكويت متفوق عن القادسيه في الفردي. انا اقول ان الكويت الجديد عندهم لاعبين اللي هو حسين حربي، طلال جازع، شريده، معنا شريده لاعب قديم. نعم. بس انا اشوف الكفتين في اللاعبين هنا. القادسيه عنده لاعبين الخبره، لما اتي في خط الدفاع مساعد ندى، خالد محمد ابراهيم، اتي في النص صالح الشيخ، اللاعب اللي تو بارز هاني رضا اعتقد، او رضا هاني، في الامام بدر مطوع، المحترف سيلفا، فاعتقد خالد القحطاني باك الشمال. فاعتقد ان القادسيه بعناصر الخبره اللي عنده، باري سعيد يعني ما ابي اعدد انا الاسماء كلها، على دكه الاحتياط اذا كان هناك موجود محمد الفهد فلان. فاعتقد ان كفه القادسيه متجاريه مع نادي الكويت اذا قالوا ان العناصر الكويت فنيا افضل. طيب ابو حسين، تأيد في نقطه ان الاثنين فاهمين بعض؟ طبعا. يعني طبعا اوكي، انا بهالنقطه ما دام فاهمين بعض، ليش نادي الكويت سكر تدريبه اليوم؟ يعني لا شوف، يعني كل واحد عارف الثاني وعارف طريقه الثاني، وكل واحد فاهم مثل ما تفضلت، فاهمين بعض، ليش سكت؟ انا شوف صراحه ما عندي اي يعني معلومه عن او يعني او شنو سياسه التسكير هذه، بس انا اتوقع انه يبي يبعدون اللاعبين، يبي يبعدونهم عن الضغط، يعني الضغط الاعلامي
والجماهيري اللي احنا ما شاء الله يعني تمريننا فيه حضور جماهيري. اتوقع ان المباراه يعني انت ترى جانب يعني سبب اداري وليس فني. انا اتوقع ان اداري بالدرجه الاولى ابعاد اللاعبين عن الضغط، لان المباراه صراحه يعني باكر المباراه ما هي سهله. يعني فريق نادي القادسيه فريق ان كله كل احترام، فريق يعني احنا صار لنا اكثر من 10 سنوات احنا دائما معاهم في النهائيات، واتوقع ان وضع المباراه باكر هذه يعني هي اللي هي قبل النهائي صار لنا فتره ما لعبنا قبل النهائي. يعني دائما دائما بالنهائيات يسمونها يعني كنهائي مبكر، كنهائي مبكر، فهذه وضعها يختلف. فانا اتوقع ان ربعنا يعني ان تسكير التمرين عن هذا بخصوص هذه المباراه واضحه، يعني ليش قبل النهائي؟ من زمان ما لعبنا قبل النهائي مع نادي القادسيه. انا اتوقع ان فريق نادي الكويت يعني جاهز للمباراه باكر من خلال ما شفناه في مستواهم في المباراه السابقه واللي قبلها. يعني الفريق قام يدش في رتم المباريات بعد هبوط مستوى يعني بالفتره الاخيره. نعم. فانا اتوقع ان المباراه ان شاء الله بكره راح تكون يعني ممتعه يعني ان شاء الله. كنا غتساوي ذهبي عنده سؤال، وهذا بوجهه حق ابو حمد لانه هو سؤال فني لكابتن ماهر الشمري. يقول ما هو راي ماهر الشمري بمدرب القادسيه؟ ما هي اخطائه؟ وما الذي يعاب عليه؟ وهل هو مدرب ناجح برايه؟ طبعا هو قال السؤال موصول للكابتن مسعود ايضا، لكن ما ان احنا اخذنا راي كابتن مفيد بعد شوي اسال ايضا عن رايه بالمدرب السيد داليبور، لكن رايك مفيد ابو حمد بهالاسئله اجابتك على شوف السلام. انا ما احب اغير مدرب ولا ان في موقع ان اغير مدرب، ولكن راح اجاوبك ما في مشكله يعني، بس ابي اجاوب على التداخل وياكم في موضوع اغلاق التمرين. ميخالف تفضل تفضل. شوف كلنا مقتنعين ان هذه مرحله مهمه من الموسم، عدل؟ نعم. وكلكم تفضلتوا تسولفتوا وقلتوا قبل شوي ان الفريقين حافظين بعض. ممكن انا اجهز مفاجاه باكر خلال تكتيك، من خلال لو كرة ثابتة مثلا كورنر، كرة ثابتة على 18 جانبية، من حقي أنا كمدرب باكر إنه يمكن تفرق وياي يعني إنه أسوي خطة معينة فيها، عدول ما بالفريق الثاني. فبالتالي يعني لما أغلق التمرين ما هو شيء جديد يعني. نعم. أعتقد إن الكويت من حقه إداريا وفنيا يغلق التمرين، لأن الكل الحين قاعد نقول الأوراق مكشوفة، عدل؟ قاعد يكون أنا باكر خاش شيء ودي أفاجئ فيه القادسية وأخذ مبادرة فيه وإنه يفرق وياي في نتيجة المباراة. ما اعتقد الوضع طيب. يعني انت ترى ان امر طبيعي ومنطقي، لان كلنا قاعد نقول الاوراق مكشوفه، فبالتالي انا قاعد يكون باكر خاش شيء ابي اسوي مفاجاه يعني ما هربطها بشغله فنيه فنية. احنا ربطناها اداريه يعني. يعني. وبنفس الوقت الكلام اللي قال لا اداريه ما لها بس فنيه اكثر فنيه اكثر يعني قد المدرب يركز على مثل ما تفضل اخوي ماهر، يركز على فاولات، يركز على كورنر، يركز على كذا، ما يبي اي شيء يوصل حق الغاسيه. اوكي تفضل ابو حمد. طبعا ما يخص مدرب القادسية، الأمانة هو الموسم الماضي قدم أداء كان مقنع جدا في بعض المباريات وتغير شكل الفريق لما مسكه الأمانة. الموسم هذا حصل فيه دروب، كلنا نعرف اللاعبين اللي سافروا برا، اللاعبين مؤثرين، للأسف ما قدروا اللاعبين حتى اللي موجودين زين يعني يغطون مكانهم. ممكن في واحد يقول أبو حمد نتائجهم زين، أنا أدري نتائج القادسية زين لحد الحين معقولة ولو انه خسر بطولتين في ركلات ترجيع، ولكن مو هذا القادسيه اللي احنا نعرفه، عرفت؟ نعم. ولا هذا الدوري اللي احنا كنا نطمح له بشكل عام. قلنا في صعود وهبوط. نعم. قلنا مبالغ ماليه كبيره من الاتحاد الاخوان مشكورين في اللجنه المؤقته. نعم. وياه، ولكن المستوى لحد الحين ما هو مقنع حق الناس اللي قاعد يتابعون. بما يخص القادسيه اعتقد في بعض السلبيات جانبة المدرب ماهر عفوا يعني بالنسبه حق ان المستوى اللي يعني حق الدوري انه مو مقنع، انا بالعكس اشوف في بعض الفرق تقدم مستواها صراحه يعني اوكي بغض النظر نقول الفرق الكبيره ممكن ان مستواها ما يكون يعني مثل ما تقول مثل القادسيه يعني احنا كنا نتوقع منه افضل من هالمستوى او حتى الكويت، ولكن في فرق صراحه يعني تضامن نصر كاظمة يعني في فرق نوعا ما مستواها يعني يتقدم عن السابق يعني. أنا أتوقع أن الدوري هذا الهبوط أنا برد عليك برد عليك بسئلة وأنا راح أجاوب. العربي مستواه
نفس قبل موسمين لما كان هو ويا الكويت لاخر مرحله اخر مباراه متعادلين في النقاط؟ لا لا عربي نفس مستوى غاتسيه هو الغاتسيه اللي اخذ الاسيويه قبل موسمين زين لا انا معاك انا قلت لك وقتها قبل سنتين اللي قاعد يغلب الفرق بالثلاثه وبالاربعه وصل لمرحله غلب الغاتسيه ستة الجهره لنهايه الموسم وهو ينافس على المركز الثالث وين هم الموسم الجهره عنده انت لما تقول يعني الدوري زين موسم المستوى زين تقيس لمستوى الفرق الكبيره هل هم محافظين على ثبات مستواهم وتطورهم ما له شغل انا بالفرق الصغيره الفرق الصغيره لابد انهم يكافحون انهم ما يطيحون درجه ثانيه هذا مطلب اساسي عندهم ولكن لا. انت كلمني على الفرق اللي دائما احنا ننظر للدوري على اساس هذا بعدين لما تقول لي الدوري زين مو معناته عندك فريق زين فريق ممتاز يعني خلينا اقول لك اياها كمستويات فريق قاعد يقدم اداء ممتاز والفرق الثانيه 4 5 جيد والباقي كلهم مقبول لا يعني ما تقول لي دوري زين ما تقول لي دوري مستوى ممتاز على الاقل خمس اربع خمس انديه قاعد تقدم مستوى قوي ما تدري شو نتائجهم مقنع تريتي الملعب تشوف مباراه وثلاثة أربعة جيد جدا والباقي جيد إلى مقبول ما في مشكلة بس تيني واحد أو اثنين ممتاز والباقي كلهم جيد جيد جدا لا ما في مستوى يعني وأنا قلت لك المثال غاتسية كان ماخذ أسيوية قبل سنتين نعم العربي لآخر مباراة فرق المواجهات خسر الدوري السالمية وقبل سنتين شنو قاعد يسوي للموسم اللي طاف السالمية الحين وكاظمة بنفس الوقت كان يعني يقدم مستويات زينة مع سلفة كانت تذكرون نعم. وكلكم كنتم موجودين في البرامج تشيدون فيهم الحين الموسم هذا ما لا بس اللي انا اقصده ان هو شوف الجهره لا تنسى الجهره سنتين ورا بعض المركز الثالث وين الجهره يعني مشكله الايقاف لا هذا انت تدخل في الاسباب انا ولا شغل الاسباب انا اكلم يعني مستوى يعني انا اقول لك الايقاف هو واحد من الاسباب اللي ادت الى هبوط مستوى فرق المقدمه يعني عرفت شلون خصوصا الكويت القادسيه يعني الرغبه في 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 الابداع يعني انتفت يعني صراحه بعد الايقاف هذا بالاضافه الى ان اللي رفع من مستوى الفرق هذه مثل ما قلنا الفرق اللي كانت بالمؤخره ارتفع مستواها اللي هي مثل ما تقول مستوى الدوري الهبوط والصعود طيب. هذا انا بس لحظه بس في نقطه لان هذه مهمه جدا واذا كانت صحيحه انا يعني ما ادري اخونا قدساوي يقول كاميرا القناه الثالثه دخلت تدريب نادي الكويت وانت وليش ما دخلوكم ممكن تسال علي زيد والله يا اخوي انا علي زيد ما يدري بالموضوع ما لكن انا بس بقول نادي لا برجع المباراه بس انا بقول نقطه اذا كان هالكلام صحيح احنا ننقل الخبر على لسان اخونا عمر الزامن كلموا الاخوان المعدين قال والله اسمحوا لنا التدريب مغلق قال له قبل التدريب نحضر ب 15 دقائق كالعاده نحضر ونصور قال له لا والله لا قبل التدريب خمس دقائق ولا بعد التدريب بخمس دقائق التدريب مغلق هذا كلام اخونا عمر الزامل اسمحوا للقناة الثالثة ممكن كلامك صحيح اذا يعني بصدق كلامك بحكم انه يمكن الاخوان لهم علاقتهم مع عادل عقلة ومع الاخوان في ادارة نادي الكويت ممكن احنا ما شفنا شيء لكن هل الاخوان رفضوا انه والله احنا انتقدنا عادل عقلة امس انه واقف على الخط وانتقدنا والله انه سفر بدر مطوع مع رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم انا اتكلم عن الاخوان اللي كانوا موجودين انتقدوا عادل عقلة وانتقدوا لهذا السبب رفضوا الكاميرا او رفضوا تصوير التدريب ما احنا اسمحوا لنا يا اخوان ما نقدر نجامل يعني ما نقدر يكونون الضيوف هنا نقول لهم والله مدحوا وقوف عادل عقلة على الخط او مدحوا والله فلان او لا تنتقدون فلان هذا رايهم يبي ينتقدون عادل عقلة يبي يشيدون فيه يبي ينتقدون السيد الرئيس الفخر نادي الكويت رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم يبي يشيدون فيه هذا امر يخص لا يعني الحين انا بعرف انا مدير الفريق او مشرف الفريق نعم مثلا مدير الفريق او مشرف الفريق يعني اذا وقف وقام وتكلم يعني شنو 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 المشكلة اللي بتصير؟ يا كابو فايد مدير فريق ناصر ما قام يعني ولا مرة قام وتكلم مع اللاعبين. يعني عادي. بس ليش يعني عادي؟ لا يعني أنت لا تدخلنا بهالموضوع. لا لا مو أنا آخر. لا لا أنا معاك أنا اللي قاعد تكلمون. إحنا ما شفنا كم أنا. الموضوع. أنا ما أدري الأخ هل هو واثق من كلامه إن شاء الله يكون واثق من كلامه. يعني نهائي. إذا كان واثق من كلامه لا أبو حسين. خلاص كل القناة. لا لا إحنا ترى يعني إحنا لما نروح نصور حق نادي الكويت. ترى يعني تقديرا لا بالعكس تقديرا وتقديرا مشكورين جزاكم الله خير على العنوان ما يبوننا نصور خلي يقول يبا احنا انتوا ما تصورون ما في شيء عادي يعني ما
انت يعني على قول الكلمه اللي تستحي منها بدها والله يا جماعه ترى اسمحوا لنا انتوا قاعد تنتقدوننا وايد قاعد تحاربوننا وايد مثلا والله من وجهه نظرهم خلينا ندون الحين سمعوا لك العلاقات العامه بنادي الكويت لا لا عادي يعني احنا يسمعون البرنامج احنا ننتقد نادي القادسيه وزعلوا منا ويو قالوا والله انتوا تحاربون نادي ولا تكلموا لا 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 تخلونهم يشاركون برنامجكم وما ادري يعني امر طبيعي مرات لازم الضيوف يا اخي لهم الحريه يبدون رايهم اما اننا نحرك الضيوف حسب مشتهى الاخوان عشان والله يرضون علينا ولا يرضون عنا ما عندنا هالسيستم ولا عندنا هالاسلوب هذا اسلوب البرنامج وهذا اسلوب الضيوف ارجع المباراة ارجع المباراة ابرجع المباراة القادسية والكويت طبعا الفريقين بالاسماء بالاوراق كلهم متقاربين جدا ولكن اللي راح يفرق شيء واحد المحترفين محترفين نادي الكويت انا اشوفهم بهالدوري افضل من محترفين القادسية محترفين نادي الكويت اول شيء جمعة سعيد فراس الخطيب اوريدي كانوا موجودين بالكويت يعني لاعبين مع كذا نادي فعارفين الكره الكويتيه وعارفين نادي القادسيه يبقى لاعبين القادسيه لوكا اللي بالنص كجديد على القادسيه وعلى الكره الخليجيه وبالاضافه الى البرازيلي اللي قدام يعني انا اتصور اللي راح يشكل فارق ما بين الفريقين هم الاجانب لكن الفريقين بتي حق لاعبينهم بتي حق المستوى اللي موجود لاعبي القادسية من أميز لاعبين موجودين بالدوري ولهم فترة يلعبون مع بعض نادي الكويت كذلك أنا مثل ما قلت لك اللي راح يشكل فارق هو الحظ طيب والفرصة اللي أنا مرة أخرى أخونا غتساوي ذهب يقول منقول حاليا على القناة وتم مقابلة الهاجري والله يبقى الرأي حق أخونا عمر الزامل عمر الكلمة لك كنت أتمنى تكون صريح وتكون واضح وهذا اللي نعرفه عن الإخوان اللي نتعامل معهم في نادي الكويت دائما صريحين وواضحين ما تبون تغطية أو ما تبون تصوير قول والله أنت ويا أخوان عندنا تعليمات ما تحضرون التدريب أو ما تصورون التدريب ما فيها شيء ما راح نزعل منك يا أخوي عمر بالعكس هذا رأيكم ونحترمه ونقدره ونجله لكن مسألة أنه والله أنه شيء بالشيء أو واحدة بوحدة هذا أمر هم من قدره ونحترمه لكن ارجع حق نقطه ابو حسين اسال فيها ابو فهد يقول عادل عقله عادي يوقف على الخط ويوجه ما فيها شيء شو المشكله يعني شوف انا ابي اتكلم في مهام وواجبات وليس في اشخاص يعني لا ابراهيم المسعود ولا منصور النيب ولا عادل عقله ولا سين كنا اداريين وكنا ماسكين المنتخب او الانديه انا اتكلم في واجبات ومهام الاداري اللي هو المدير انا بوجهة نظري يحق له انه يوقف على الخط ما يوجه فنيا لان هناك مدرب مسؤول عن الناحيه الفنيه في تحركات اللاعبين داخل الملعب لكن يتكلم بالامور اللي تخص اللاعب اداريا بما معناه عندي لاعب منرفز ويبي ينطرد ويخسرني مباراه او اخسر لاعب مهم منرفز داخل الملعب انا من حقي كمدير اوقف على الخط اصرخ عليه اناديه اركده اهديه اخليه اذا ما حاكي اللاعب مباشر وانا كمدير وشايف انه منرفز الكابتن فانا هني دوري كاداري اني اسيطر على الناحيه الاداريه داخل الملعب للاعبين لكن اذا بتصير فوضى هذا معصب وهذا بينطرد وهذا اعتقد انه هني دور الاداري هذا دور الاداري انت قاعد تسولف عن برشلونه وتسولف عن الريال ما تفضل بخصوص ما اشوف باوروبا واحد واقف ينبه والله على باوروبا المدير الفني هو المسؤول عن اللاعبين من يدشون الملعب زين اوكي هذا سيستم يعني احترافي هذا سيستم احترافي مو نادي الكويت اكثر نادي احترافي قاعد يقولون نادي احترافي بس احنا ما نقارن نفسنا في السياسه اللي تتبع في الدوري الاوروبي في جميع دوريات اوروبا السياسه هذه لا سياسه هذا احتراف المدرب اللاعب المحترف غير عن عقلية اللاعب المدرب الفني في اوروبا الكوتش الفني هو يختار اللاعبين المحترفين يبيعهم ويشتريهم وفي عقاب زين ابو عمد انت ترضى شنو ترضى اذا الحين انت مع ابراهيم مسعود وابراهيم مسعود يوقف كل شوي على الخط مو فنيا انا ما اتكلم فنيا اتكلم اداريا حقي انا وقلت لك اذا كان هناك سوء سلوك من لاعب يخصني
في فريقي وانا مسيطر عليه. تقول المدرب مسؤول اداريا وفنيا؟ لا هناك اوروبا. انا اتكلم اوروبا يا سعيد. انا قلت لك مره بالحلقه سعود نظام احترافي في اوروبا، المدرب هو مسؤول عن الفريق والستاف اللي وراه في اوروبا، نظام احترافي. قال لك الريال كرة القدم بالعالم واحدة ولا كل ديرة غير؟ لا لا كل ديرة غير. لا والله انا اقول لك كل ديرة غير. كرة القدم واحدة. لا كرة القدم في الملعب باص وشوت بس العقلية تختلف. لكن تجيب عقلية احتراف في اوروبا الى عقلية باحترامي وتقديري الى سياستنا في الكرة بالكويت نفرق عنهم، يفرقون عنا. مو بالكويت، بالوطن العربي كله. خلي المدرب، خلي الاداريين هم يوقفون على الخط. مو فنيا يا ابو سعود، انا ما اتكلم فنيا. ابو حمد شنو ردك؟ شنو رايك؟ ما شنو السؤال؟ قولي. الاداري يوقف على الخط. الاداري يوقف على الخط. ممكن يوقف الاداري على الخط ولا لا؟ اذا في مشكله اداريا بالعكس، يمكن هو يشوف شيء انا ما شفته اداريا، عرفت؟ يقدر يتكلم. يمكن حتى لو يتناقش مع الحكم غادي ينطرد هو احسن ما انطرد انا مثلا، يعني عرفت؟ إذا صارت مشكلة. ولكن مرات ترى في إداريين يوقفون يكلم لاعب إداري، وبنفس الوقت إذا شاف اللاعب مو مركز يذكره في أمور فنية. إيش قايل لك المدرب؟ مو قايل لك لا تسوي كذي مثلاً، يعني عرفت؟ هذه ناحية فنية إدارية، هذه ما فيها شيء. يعني بس أخونا مساعد السلمي، أنا ما أحب التدخل. بو حمد مساعد السلمي يقول منطقة الفنية للمدرب ومساعدة فقط. هذا كلام. حتى بأوروبا إذا صارت مشكلة الكل يقوم الاحتياط ويشتكي ويهدوا المشكلة، الكل يقوم. حتى بأوروبا أنا ما بغيت أقاطعك مزال، إذا صارت مشكلة في أوروبا داخل الملعب ما يقوموا الاحتياط؟ خو إحنا ما ندري هذا من إداري وما نعرف. الحين بالكويت ما كان في رأس أندية تحت قاعدون. لحظة ما كان في رأس أندية قاعدون. الحين بالكويت ما كل مشاكل، كل مشاكل لما يشوف والله الاداريين واقفين على الخط. لا لا انت تقول لا انت بس قاعد تقول ما يوقفون الاداريين نهائيا. انت قاعد تقول سؤال ايه؟ تقول وقت المشكله يشوف الاداريين داخل باوروبا، مع ان انا ما اشوف هالشيء. لا لا الا ما ندر، الا ما ندر، الا ما ندر. الحين مو لاعبين برشلونه قبل كم سنه ما تهاوشوا برشلونه وريال مدريد قبل كم سنه 20 واحد واقفين ما ندر. قبل كم سنه ابو حمد؟ لا انت عطيه قول له هو سؤال مال سعود. قول حق سعود لو صارت هوشه تهاوشوا الحين المدرب يروح يفاكك. المدرب فاكر كله اللي داري ليش فاكر؟ أبو سعود وين هذا؟ أبو سعود مباريات بالكويت وين؟ أبو سعود سؤالك بالكويت مش قاعد أقول لك. أنا اليوم أنا قاعد أقول لك بالكويت يختلف عن أوروبا. قلنا زين منطقة فنية هذا أبو بدر، أبو بدر هذه منطقة فنية بالكويت نفسها بالأمريكا نفسها فنية هم يحقق الإداري. أنت الحين بسألك سؤال، هو قاعد يقول لما ماهر مدرب وانا مساعد اسمها منطقه فنيه. انا ما انا قاعد اقول هذا اسمها منطقه فنيه. ما انا اقول المنطقه الفنيه للمدرب ومساعده. رد حق الاخ مساعد مو لك انت، رد حق المنطقه الفنيه. اسمها منطقه فنيه. الحين اذا تعور لاعب ما يقوم الدكتور منطقه فنيه؟ انا ممنوع يدشون الباجي يعني؟ اسمها منطقه فنيه. اسمها منطقه فنيه مو مقتصر يعني الستاف الاداري والفني والطبي يقدر يتحرك حق اي اداري موجود بالدكه. احنا هو يفضل ان نتكلم عن التركيز ان شنو ان المنطقه هذه. الحين بسالك سؤال بس الحين ماهر مدرب انا مساعده. نعم ماهر عطى التعليمات ورجع. ماهر تعب وهو رايح رد. ابراهيم قوم حاكم انا فني وياه رحت على الخط مساعد. اوكي ما قاعد نتكلم عن المساعد. رديت اللاعب صار تاتش بينه وباك ومهاجم الاداري خصم مدرب ابراهيم روح حاج اللاعب خليه يهدى. انا اقوم الدوري بين اللاعبين ما ابي افقد اللاعب. المدرب هذا يعتبر لاعب. وقوف بخالد عادل عقله كله لانه في مشاكل بالفريق. مو مشاكل لا يا جماعه ما ادري انا ما عرفت لكم الحين هل الاداري مصر على ان عادل عقله او مو عادل عقله اي اداري يوقف ما ابي عادل عشان لا يصير اي اداري يوقف. لا احنا نادينا ترى ما عندنا مشاكل على الكلام الاخ لكن خفيف مو انت كلام ليش اي اداري يوقف على الخط معناته كلنا صرخ يعني ما في ولا مدرب يعرف يقول حق اللاعبين هدوا نفسكم لا تهاوش ما في ولا مدرب. لا انا عن نفسي افضل حتى لو تصير مشكله انا ولا تدخل. بسعود هل في عقاب؟ بس اقول خلنا بقول دقيقه واحده بسعود هل في عقاب للاداري لما اوقف انا ما ادش الملعب ما ادش الملعب برا الملعب ووجه لاعب اقول احترم نفسك كذا كذا انت مثل ما احنا قاعد نتكلم عن مبدا احترافي. هذا نتكلم عنه بس احترافي في مدربين لو واقف على الخط زين ولاعبين اثنين قدامه بينه وبينهم نص متر يتكافخون واقف بنص انا ولا يكلمهم. نعم لانه ما له شغل. انا مدرب فني هالامور هذه اللي تصير التاتش هذه في 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 مدير اداري هو يحل المساله. طيب
خروح حق فاصل وبعد ذلك عاد. طلع طلع. حياكم الله ويانا اخونا الصوت يقول يعني توك تدري يا ابو سعود ان برنامجك مغضوب عليه من المعازيب الله يعينك وعشان هالشيء اكثر الناس يحبون برنامجك ويشاهدونك لانك حقان مشكور. لا بالعكس مو غضب يمكن هم الاخوان انا ارجع اقول في ادارات انديه وفي انديه ما ترضى ان احد ينتقدها وهذا امر خاص فيهم طبيعي فيها في شيء غريزه بالانسان يعني لما ينتقد يزعل ليش تنتقدونا ليش يعني ما له داعي تنتقدونا ايش يقصد المعازيب شنو عازيب المعازيب شنو عازيب يعني؟ بعد ما ادري ما ادري والله شيء لما تكلم يعني برنامجك مغضوب عليه من المعازيب يعني على نادينا يعني اليوم ما دخلوكم مثلا تغطية التمرين ولا ما اعتقد الكلمة هذه يعني تليق فينا احنا كرياضيين ان نقول كلمة معازيب ما معازيب خلك واضح وصريح وقول وسم الاسم قصد مسؤولين النادي لا يعني عيب على انها انا ما اتوقع انه لازم يراجع نفسه على هالكلمه هذه الحمد لله احنا احرار وما احنا معازيب على حق احد وكل واحد له وجهه نظره ويبديها ويقولها ومرفوع الراس وما نخاف يعني ارجع واقول بالعكس احنا اذا هو ينظر حق الناس انه في معازيب هذا كيفه هذا هو يعرف منه المعازيب طيب لكن احنا بنادينا الحمد لله كلنا عيال قريه وكلنا نعرف خيه كلنا نعرف خيه وكلنا الحمد لله رب العالمين احرار ومرفوعين راس و طيب وكنا وعيال عوايل الحمد لله رب العالمين والنعم فيكم يا ابو ابو عراده المدريدي يقول مع احترام الموجودين اذا يشوفون وقوف الاداري على الخط شيء طبيعي وبنفس الوقت يبون الاحتراف وين تبون نتطور هذا اللي قاعد نقول ابو احمد الدوسري يقول اذا مسموح للاداري يوقف عين ليش الحكم الرابع يروح له ويقول له اقعد اذا هو بروح بالمنطقه بروحه ما يروح للحكم الرابع اذا اثنين رايحين واقفين الحكم الرابع يقعد حتى لو كان مدرب ومساعد مدرب يروح لهم لحظه انا مساء ما خليتنا نكمل سوري شوف احنا ليش ما تخلي نادي الكويت يديرون امورهم تحت على البنش مثل ما هم يبون شو المشكله عادي وكيفهم يا اخي يبون كذا شو اللي ضار الانديه الثانيه وشو اللي ضار الجمهور فيه نعم. اذا المدرب راضي هم متفاهمين فيما بينهم شو المشكله يوقف عادي يوقف عبد الله شو المشكله عندنا يعني انت تبي الامور الفريق تمشي هو هذه يا مبدأ وهم مو لا مبدا الاحتراف بس لا الاحتراف اذا اختلفوا هم الاداريه متفاهمين لا لا انا اقول لك اذا اختلفوا بينهم ما ندير الفريق بني والطريق ما حققنا هالنتائج خلال 10 سنوات يا ابو حسين مو كذي في منظومه اداريه اذا محمد عبد الله متضايق احد بالجهاز الفني متضايق من وقفه عادل هم يتفاهمون فيما بينهم بس الامور ماشيه انا شوف امور ماشيه بينهم واحنا بالبرامج هذا وقف وهذا قاعد خليهم يوقفون مثل ما يبون يقعدون مثل ما يبون وحمد قارين الانديه كلها توقف الا عادل عقله بيصير عليه بس ليش عادل؟ ليش عادل وقف؟ يعني اول مره احنا نشوف بالتلفزيون من قبل مباراه ماكو اداري انا اشتغلت مع عادل عادل يفهم فني ترى زين فني لاعب يعني عارف نفسيات اللاعبين والله ما دافع عنه والله هذا اللي مجدان عاده ترى من الناس اللي صايحه ومدير بس فنيا انا لاعب كان لاعب في لاعبين وايد كانوا لاعبين فنيا ضعاف عادل ريال يفهم انا مشتغل عادل فنيا زين ولكن انا ما لي شغل عادل فنيا زين ولا لا انا قاعد اقول لك احنا ليش ما نترك نادي الكويت على البنش يديرون امور مثل ما يبون شو المشكله يعني احنا ما لا احد اشتكى من نادي الكويت لا احد فني طلع اشتكى قال بعد عن موضوع وقوف الاداري احنا قاعد نتكلم ضربنا مثال في وقوف عادل عقله تكلمنا عن الجانب الاداري في وقوف الاداريين أوكي. على الـ 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 الناس يرون انه خطا انا اقول لك بدامه ما متفاهمين على الموضوع هذا انا ما اشوف اي ضرر فيه خليه يوقف شنو المشكله يعني حتى احنا فوق حتى احنا فوق اذا قاعدين إذا حتى احنا اذا فوق قاعدين ما اشوف اي ضرر فيه نتكلم وذاك ونوجه حتى الـ 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 خليه الـ هذا. ما في اي مشكله ما في اي شيء شنو احنا قاعدين نتكلم على قلب واحد الحمد لله رب العالمين لا ردا على الاخ اللي يقول اذا انتم شايفين ان الاداري يوقف وين الاحترافيه واحنا قاعدين انت مساء انت تفضل سؤالك باوروبا والاحترافيه طبق الاحتراف اللي في اوروبا في الكويت وذي الساعة تعال قول ليش الإداري واقف وليش الأفلام عقود أخذ فلوس هناك عقود ومبالغ وعقوبات أمور كثيرة في أوروبا إحنا بعيد عنها إحنا بعيد عنها لأن نخش على قولتهم روسنا بالرمل الإداري هناك ما يبين لأن لا واجبات لا يوقف على الخط على خصم يمكن في عقده ليش ما قلت الكلمة قاعد أقول له هني عندنا بالكويت فوضى عندنا فوضى
طيب. يعني انا الحين بحمي لاعبي، شلون احمي لاعبي؟ المدرب الاجنبي يحمي لاعبي ولا انا احميه؟ ابو سعيد تفضل. بس تو واصلني واتساب من الاخ عادل اقله، نصبح عليه ويقول لي علي والله العظيم لا اعلم اذا احد ما دخل الكوت للتمرين. والله انا ما قلت عادل ترى، قاعد اقول لك يعني. انا ما قلت، انا قلت صار اتصال مع اخونا عمر الزامل وهو اللي رفض. يعني هل عمر الزامل ما اعتقد عمر يتخذ قرار بدون اكيد راجع مجلس اداره، واكيد يعني الا اذا عمر يعني هو ما يحب برنامج 90 دقيقه، هذا أهم امر اخر يعني. لا 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 الحمد لله. ترى شوف بسعيد، لا لا تاخذ عاد عمر علاقتي ويا طيب، هذه الفكره ترى والله العظيم انا 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 متواجد عمر يعني علاقتي ويا طيبه يعني ومع الجماعه ويدرون فيني انا انا وياكم متواصل وياه ترى دائما عمر. اوكي وانا وياكم يعني صار لي والنعم فيه سنتين الحين الحمد لله. شوف انا الاشخاص يعني اللي اتعامل معاهم وتعاملهم راقي اقولها بصراحه، نسمع منه يمكن يكون عنده رد مغري يعني. لما اقول نواف جريد، لما اقول عادل عقله، دائما متعاونين معنا. والله ابو حمد، ابو حمد نواف جريد يحبك، كل مره يسولف لي بالديوانيه كله يسولف لي عنك. والله بعد ابو حمد اذا ما والله يحبني مشكله هذه. ترى اقول قاعد يمدح ابو حمد عشان نسيبهم ترى. والله والله الله يحفظك. هذا ابو حمد والله. اخذ اخوي حسين في اتصال هاتفي. صبحك الله بالخير يا اخوي حسين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صبحك الله بالخير وسعيد، وصبح على كبارت الموجودين. صباحك الله بالنور. صباحك الله. أنا ميخائيل سامحوني شوية، بطلع من جو كرة القدم. تفضل. وأحب أفارك، أحب أبارك حق فريق كرة الطائرة بنادي الكويت، فوزهم بالدوري اليوم. إيه صحيح. سالون سالون. بعد طول انتظار 39 سنة. ما شاء الله. وصراحة كانوا اللاعبين أبطال وحققوا الفوز على نادي كاظمة اليوم اللي كان هم فريق مد وقوي وكانت مباراة ممتعة. ونشكر صراحة سيد خالد الغان وسيد محمد النصف على دعم الفريق يعني كل شيء. ولا أعطيكم العافية. مشكور يا أخوي حسين. مشكور يا حسين. الحقيقة لي عورت قلبي لما قلت كرة الطائرة. كرة الطائرة. والشباب تستاهلون والله يا اخوي حسين. ترى لاعبنا ابو سعيد تستاهلون. نادي الكويت ترى كان انا خليت 2-0 كان شوطين حق الكويت. اخذوه الثالث كاظمه، الثالث اخذوه كاظمه، الرابع الرابع اخذوه 3-1. يستاهلون. مبروك اخوي محمد النصف، يستاهل حقيقه. يستاهلون نادي الكويت. انت اداري ما شاء الله ناجح، الله يوفقك. يعني من 39 سنه صراحه يعني انت شوف انت متكلم من 10 سنوات ونادي الكويت قاعد يديرونه بصراحه. المجموعه هذه كلها من مرزوق الغانم وفهد وخالد والمرزوق وكلهم بصراحه هذول اللي يترجون صدر يعني. تشوف نادي الكويت قبل فيهم. نعم. واليوم تكلم عن 10 نعم. من 10 سنوات يشتغلون بالنادي وحققوا بطولات ما كانوا يفكرون فيها. والنعم فيهم. وكل يعني من جهود اعضاء مجلس الاداره كل واحد ماسك له فريق والحمد لله وقاعد يشتغلون صح. والاداريين يعني وكل قائم بنادي الكويت اي من العامل لرئيس النادي. النادي والله ما قصروا يعني. بايدي يمين ان شاء الله. اي نعم. اخونا احمد الشيطان لازم انوه حق اخواننا في نادي التضامن حبايبي بعد اخونا فهد دابس والاخوان ابو سلمان طلال رشاد وعلي مهنا. نعم. يقول قمنا كمحبين نادي التضامن بإنشاء هاشتاغين، واحد لحضور الملعب وواحد لتغيير صورة تويتر لشعار النادي لدعم الفريق، فريقنا بطل. حاضر نعلن عنه ويستاهلون. بعد عندنا واحد هم من عيال التضامن ما نقدر نرد له طلب. معنا اتصال آخر مو جاهز اتصال. في تغريدة أيضا يقول اخونا كويتي حر، ليش ما تخصصون حلقه عن زياده الانديه خاصه محافظه الجهره فيها نادي واحد وباقي المحافظات فيها 3 و4 انديه والجهره اكبر المحافظات. حاضر. ما يصير خاطر كله. طيب في اقتراح، في اقتراح مقدم. نعم. بانشاء نادي ثاني في الجهره وطبعا مو معلن ولا شيء. نعم. اليوم انا سولف ويا صديق فظاهر في توجه عند شباب معينين يفتح ويسمونه نادي الهلال. حتى هلال؟ حتى نادي الهلال حتى 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 الاتحاد الجمعيات التعاونيه تكلم فيها الاخ يمكن يشهرون نادي جديد واسمه نادي التعاون. وين هذا؟ والله تكلم فيها علي حسين اللي هو كان اتحاد الجمعيات. قصدك اتحاد الجمعيات التعاونيه اي محافظه؟ الكويت كلها.
لا لا انت تتكلم نادي التعاون يسموه وين مكانه زين هو قاعد يتكلموا عنه كفكره اوكي انه المجموعه كبيره يوقعون مع الفيش او يدشون كعضويه ويشهرونه ويصير نادي التعاون اذا صار هذا الفريق التعاونيات ندش المباراه نحط سهمنا لا لا اذا انت خل اخذ اخوي فارس صباحك الله بالخير يا اخوي فارس هلا ابو سعيد صباحك الله بالخير حياك الله صباحك الله بالنور اصبح عليك وعلى اخواني اللي عندك حياك الله هلا ابو سعيد انا قبل فتره يعني من سنتين او ثلاث كنت اطالب ضمن وزاره الشباب الى وزاره التربيه نعم لان انشطه الشباب يعني القائمين عليها أكاديميين يعني بوزارة التربية نعم. سواء مع الطلبة أو حتى الأنشطة الرياضية يعني حتى الصالات الرياضية موجودة بوزارة التربية نعم يعني عشان شفت عند اليوم منتخب المدارس هذه قائمين عليه وزارة التربية نعم وطالب بتكريم منتخب المدارس في نهاية كأس سمو الأمير حفظ الله نعم مشكورين مشكور مشكور أخوي فارس بالنسبة للتكريم أعتقد أمس في حلقتنا أمس ذكر أخوي الدكتور أحمد عبد الحميد أن سيتم تكريم المنتخب في نهائي كأس سمو الأمير أعلنوا عنه الأخوان وأعلن عنه الدكتور أحمد عبد الحميد بالنسبة لاقتراحه ضم وزارة التربية لوزارة الشباب ما يصير بلا بعيد ليش؟ لأن هناك أندية والأندية هذه تتبع مؤسسات رياضية خاصة مثل وزارة الشباب وهيئة الشباب والرياضة ومنها اتحادات فأعتقد وزارة التربية ما راح يكون إداريا تحت مظلتها الأندية والاتحادات أبو حمد خلنا نرجع حق المباراة أول شيء تأيدونا في هذا الكلام إن ما لا يصلح قانونيا أو ممكن إدارياً ممكن إداريا قانونيا ما تصلح حمد ستقول نفس الكلام أنا أقول ما تصلح ما تصلح خلنا نرجع حق المباراة اول شيء انت كوزير ان شاء الله تصير كوزير الشباب كمدرس وتعمل في وزاره التربيه هل كنا مدحناك اليوم الله الله هل تصلح ان وزاره التربيه تصير في وزاره الشباب لا ما يفضل طيب. تخصص اكثر لو رجعنا للمباراه منو كفته ارجح من وجهه نظرك وين ترى نقاط الضعف في الفريقين والقوه شوف احنا ما يخفى على الجميع ان تقريبا الحين في اواخر الموسم اذا ما كان في نص الموسم يعني في اعتقد الامور فنيا ما هي وايد يعني بعيده ان تكون اقرب حق الكويت اكثر لا. الامور البدنيه وانا متاكد ان الجانب البدني لصالح الكويت لسبب او لسببين مهمين كثره الاصابات الفتره الاخيره في نادي القادسية كثره الغياب عن التمرين عدد اللاعبين اللي يتمرنون في الحصه التدريبيه الواحده ياثر على الجانب البدني في القادسية يعني مساعد متعور من فترة خالد إبراهيم نفس الشيء بدر مطور ضاري راد من إصابة عامر معتوق كل فترة يصيب ويرجع مرة ثانية الله شافيه بدر مطوع سفرة وعدم التزامه بالتدريب الفترة الماضية ودائما أقرم دائما في التمرين يكون في القادسية من 12 إلى 14 لاعب إذا مو أقل يمكن بفوائد يصلح عليه هذا العدد من اللاعبين ما يخلي اللاعب ياخذ حصه كافيه او كفايته من الحمل التدريبي اذا جاز التعبير انه ينافس على مستوى عالي فاعتقد اذا القادسيه ما سجل في بدايه المباراه الامر راح يكون صعب جدا على الجيم الثاني او في الاشواط الاضافيه انه يجاري فريق الكويت بالاضافه ان الكويت لا تنسى الدروب اللي صار وعقبه فوز كبير على نادي السالميه هذه قد تعطي معنويا بشكل جدا كبير دائما الكويت يبدي مبارياته ضغط عالي على المرمى على الفريق المنافس اعتقد هذه راح بدنيا تتعب فريق القادسيه الشوط الثاني ولكن القادسيه عنده لاعبين خبره يعرفون يتعاملون مع الظروف هذه واتمنى المباراه تكون ممتعه وانا اتوقع المباراه راح يكون فيها اكثر من هدفين طيب غياب بدر لو حصل ياثر طبعا ما في شك يعني دائما في نغمه احنا صرنا يعني 5-6 سنين في القادسية يقول والله القادسية ما عنده مشكلة لما يتأثر لاعب هذا مو موجود أو فلان مو موجود لا أنا أقول هذا الكلام مو صحيح لما تيجي تلعب مع الكويت منافس قوي لك وقد يكون ند لك كبير ويفوز عليك في أكثر من مباراة وتخسرني لاعب بدر مطوع وتقول لي والله إحنا ما عندنا مشكلة من بدر مطوع ما يلعب لا مع منافس ثاني أوكي أنا ممكن أقول لك الأمور تمشي طيب. زين
بس لما تيجي ضد الكويت مثلا وانا محتاج نجم عندي وتخسرني لا الامور تفرق وياك يعني. لا تقول لي بدل مطور ما ياثر، لا في موقف مثل هذا بدل مطور ياثر، ما في شيء اسمه بنش، لا في نجم يصلح حق المباراه هذه، في لا في في نجم يمكن حتى المباراه هذه ما يتوه. انا اقول لك بدر وجوده ضروري في مباراه مثل هذه. طيب النجم ياثر بسعود، انا في النهايه اقول لك بدنيا الامور تتجه لنادي الكويت، فنيا الامور ما هي يعني بعيده وايد. طيب مثل ما قلت لك النجم بسعود ياثر جدا، النجم يوقفون على الفريق كلهم، الفريق اللي قاعد يلعب وياهم النجم هم كلهم مرتبطين فيه، متى ما كان هو حالته جاهز ويلعب صح الفريق كله يلعب وياه صح. اخونا عبد الله خالد الرشيد يقول امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام بالاخص خال ابراهيم المسعود، واقول لهار لك مقدما وحلقه ممتعه من خلال ما دار فيها من نقاش. طلع كويتاوي؟ ايه ويوم اختك كويتاوي قدساوي شلون؟ ايه لانه يتبع والده مشجع قدساوي كويتاوي قلب وكان ياخذه ويا الملعب والنادي حضر تمارين ومباريات، فالولد ولا احنا عندنا ديمقراطيه عندهم بالعائله كويتاويه وايده. يعني انا ولد اختي الثاني عبد الله الفري الحين يلعب باليرموك كان لاعب نادي الكويت صحيح. اي زين ولد اختي الثالث وعندي ولد اختي الثالث عبد الله العمار عزوز العمار زين لا عبد الله العمار كان كابتن تحت 17 بنادي الكويت بس صحيح. حاش الغضب وراح حق الزهراني بالسعوديه سوى عمليه وبعدها بطل. لا انت متى الله يهديك الكويتاوي السير كويتاوي هو ابو عبد الله الظفير يقول اتمنى انتم تكلمون عن محمد ابراهيم راح يمسك المنتخب واحتمال كبير يدرب السالمية. حسب المعلومه اللي عندنا ما صار شيء في هذا الموضوع. تعال على فكره صجانيتني يعني واتساب انا مسالم بس خل اقول تغريده ابو عادل ليعلم الجميع ان برنامج 90 دقيقه البرنامج الوحيد اللي نسمع فيه الراي والراي الاخر والانتقاد مطلوب في بعض الاوقات. مشكور يا ابو عادل على الاشاده ونتمنى نكون عند حسن ظنكم ونكون بالفعل نجيب الراي والراي الاخر. تفضل يا ابو بس على الموضوع مساء يوم قاعد نسولف على قبل الحلقه كان تذكر على السالميه وما ادري شنو ترى انا اللي صار بينه وبين محمد ابراهيم اتصال ما له شغل في السالميه ولا شغل في اي شيء اتصال عادي انا لا لا ما شفت انا ما شفته صار له كم يوم وقاعد انا انا كان مسافر مع ابو فهد محمد انا اللي ربطته انا اللي قلت على الهواء انا اسمح لي خل اربط الموضوع واحطه بالسالميه يعني الكلام ما يهمني وإن... لا, لا 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 انا قلتها بالحرف الواحد قلت ما دام ابو حمد أيوة. تكلم عن الموضوع اتصال يا دي واتساب وفي اتصال يا حق ابو فهد لا لا انا التوضيح انا فسرتها انت لما قلت هالموضوع قلت ان انت معناها ان محمد ابراهيم كلموه السالميه ولما قال لهم ماهر الشمري رفضوا نادي السالمية هذا قسم بالله ولا هذا تفسيري انا ولا سولفت وياه كان هم مكلمينا مناقشينا في الموضوع ولا مفاتحينه في ان لا لا يقعد وياهم الموسم موضوع ان محمد ابراهيم تم مناقشته في او الكل قاعد يتكلم فيه هذا امس انا قلت لك بناء على خبر وصل لي ومن المصدر اقول لك الاخ ابو عرب في تويتر هو اللي دز لنا خبر حصري لكم محمد ابراهيم مدرب للسالمية ولا انا تناقشت وياه اليوم في الموضوع هذا اصلا لان الموضوع قاعد اتغشمر انا وياه ودخلنا في موضوع مهم لانه هو كان مسافر بالقاهره الله يرده بسلامه الله يرده بسلامه ويا ابو فهد نعم فما شفته من فتره يعني نعم عشان كذي دقيت طيب فالموضوع هذا ما تناقشنا فيه اصلا. توقعك نتيجه المباراه؟ ركلات ترجيحيه لثالث مره. من اللي بيفوز؟ الحارس اليقظ. يعني ايش قصدك يعني؟ يعني توفيق الحارس مصعب توفيق يعني الحارس مصعب يعني حارس يعني اليقظ بالبلديات يعني مصعب في المباراتين السابقتين كان يقظ كره واحده فرق زي فرق انه فاز الكويت بكره واحده لكن باكي اذا توفق الفضلي وباحترامي حق ابو مشاري مصعب يعني راحت منه كرتين او كره القادسيه بيفوز. علي ركلات ترجيح الكويت 2-0 2-0 بو ترى اخونا الصحفي احمد الشمري هم قال 2-0 والله انا بقلبها على علي وزيد انا ود انا بقول القادسيه 1-0 1-0 ابو حمد والله انا مو زين بتوقعات لا يعني يعني انت نظرتك قليله اللي توقعت نظرتك هل انا اتوقع لك شيء ان المباراه راح تنتهي اتوقع في الوقت الاصلي الوقت الاصلي زين لان اذا الفريقين فيهم خط هجوم قوي اتوقع المباراه راح تنتهي بالوقت الاصلي والمباراه تنتهي باكثر من هدفين اكثر من هدف اوه انا حق واحد حق بس اوضح مجمل المباراه فيها اكثر من هدفين مجمل ان خساره القادسيه لعبتين اللي هي كاس والعيد والسوبر راح يعطي القادسيه تركيز اكبر من نادي الكويت في المباراه. طيب
اخر تغريده اقراها من اخوي الدوسري يقول: واصبح عليك وعلى الكباتن اللي معك، القادسيه راح يقابل فريق جاهز بدنيا وفنيا، اعتقد القادسيه ما راح يجاري الكويت. هذه اخر تغريده. مشكور استاذنا ابراهيم مسعود، ان شاء الله باكر الغزالي ما يخليك. لا تحرك الاسد. الاسد منه؟ القادسيه. الاسد بردان. انا قاعد اروح. لا الاخ اللي قال مبارك الدوسري ما مبارك. مبارك الاسد نايم، لا تحركه عشان لا يهيج. اوكي فباكر بيهيج عليك. الاسد دايخ لا ما تعرف خبر النسر. ما تعرف النسر. مشكور على الزين. اقول ترى خليك الله يبارك. مبارك الله بالخير يا ابو مبارك. النسر بس انا اسمي النسر. النسر دايخ. لا يا ابو مبارك بصراحه عزيزين علي. الله يعزك. وهذه بالمناسبه الخير اللي جمعتنا فيهم. انا اشكرك جدا اللي جبت لي ماهر. مشتاق لصديق. وصلنا الختام، نلقاكم باكر ان شاء الله. مع السلامه.